كيكون وخاصة كيكون حمولة زائدة على مستوى المحور راه يتأثر بشكل سلبي على البنية التحتية للطرقات. أما الحمولة الزائدة الإجمالية كذلك فهي تؤثر على نظام الكبح الذي يعني يكون فيه خلل في نظام الكبح ومما يؤدي إلى حدوث حوادث مرور. بالنسبة للحمولة على مستوى المحور كذلك تؤدي الحمولة الزائدة إلى حدوث اهتراءات مبكرة للبنية التحتية، كيكون تأثير على مستوى الطريق تأثير سلبي. الاهتراءات هذه يعني حوالي يعني كيلومتر راه يكلف حسب الضرر الملحق من يعني 25 مليون دينار إلى حتى 100 مليون دينار للكيلومتر الواحد. يعني نتصوروا على طول يعني كبير راح يحدث ضرر كبير والتكلفة تكون أكبر كذلك.